cardiac cycle. إذن هي البي في لوب هي derived من البريشر والفوليوم اللي أنا I obtained them from the cardiac cycle اللي درسناها امبارح. هلا the generation of the بي في لوب اللي هي هاي الستركشر بي في لوب هي عبارة عن لوب مغلقة. The generation of the بي في لوب هي بتكون للليفت فنتريكل بتكون برسمهم العلاقة بين الليفت فنتريكولار بريشر بالمليمتر اتش جي مع علاقة مع والأكس أكسس بيكون عندي الليفت فنتريكولار فوليوم بالأمل. من هذا الكلوز كومبلكس بقدر أحسب عندي الستروك فوليوم وأعرف إنه شو الستاتس اللي عم أو شو الكونديشن أو شو درجة الهيلثنس الموجودة بالليفت فنتريكل. فإذا كل complete cardiac cycle بقدر أعبر عنها ببي في لوب واحدة زي هاي الرسم اللي عندكم. طيب هلأ البي في لوب هي exactly بتمثل الفيزز تعون الكارديك سايكل. هلأ لما بدأ أنا عندي من نبدأ إحنا من النقطة 1 النقطة 1 النقطة 1 هي بتمثل الديستوليك فوليوم اللي هو الفوليوم اللي صار أو الفيلينج اللي صار للفنتريكلز and the end of خلينا نقول سواء atrial diastole and atrial systole. فهو بيعبر عن الـ end-diastolic volume هاي النقطة اللي هي نقطة رقم واحد أو البوينت رقم ون. هلأ هذه الـ end-diastolic volume قلنا بعد ما أنا خلص أعمل complete filling للventricles شو بصير عندي أنا بالـ mitral valve هون أخلص filling فأنا سكرت. هلأ هذا الفيز هذا الـ خلينا نقول vertical line هذا between the mitral valve والaortic valve هذا بيمثل isovolumetric إيش؟ contraction. أيوة بالضبط contraction. إذا هذا بيمثل الفيز الايزو volumetric contraction. ماشي إذا هذا الفيز between the closed mitral والclosed aortic valve. بهذا أنا الفيز قلنا شو أهميته هذا الفيز؟ إيش مهم؟ ليش مهم؟ بزداد البرشر فيه والفوليوم ثابت. بالضبط. وإيش مهم؟ مشان أفتح شو؟ مشان أفتح الأورتيك السيمليونر فالي. بالضبط. مشان أفتح الأيورتيك فالف. هلا بعد ما أخلص أنا الأيزو فوليميك كونتراكشن هنا الأيورتيك فالف رح يصير يفتح هاي البوينت رقم 2. بعد ما يفتح الأيورتيك فالف شو رح يصير عندي أنا هذا الفيز بيمثل؟ بصير في امتاينج رابيد اجكشن رابيد اجكشن بالضبط رح يصير اجكشن رح يصير اجكشن. طبعا بالبدايه احنا حكينا انه الفنتريكولار بريشر بيكون عالي مشان يصير انا عندي اجكشن فروم اريا اوف هاي بريشر ثرو ذا ايورتا. مزبوط مزبوط دكتور. فاذا عندي انا هنا بمرحله الاجكشن بتبلش انه انا عندي فنتريكولار بريشر بيكون عالي فانا بوصل ل هاي النقطه اللي هون هي اعلى فنتريكل او اعلى بريشر اللي بيكون في الفنتريكل في اثناء ببدايه طبعا الاجكشن عبين ما ايش يعمل بروبيلينج لكل بلاد ثرو ذا ايورتا. بعد هيك بدخل بعد الرابد اجكشن شو بدخل مرحله شو الفيز الثاني من الاجكشن غير الرابد اجكشن السلو اجكشن ريديوس اجكشن ريديوس اجكشن مزبوط اللي هو بلش سلولي ينزل الضغط اللي كان وصل عالي هون جدا تقريبا رح يكون اعلى نقطه او اعلى ضغط انا بوصل له اللي هو تقريبا بالنورمال اللي بيكون 120 120 ل 125 هنا مليمتر اج جي. طبعا هنا ببلش عندي انا ريديوس اجكشن فيز وبلش الضغط ينزل بالفنتريكلز مشان امهد لمرحله انه البريشر بايورتا اعلى من البريشر بالفنتريكل بسكر عندي هون شو مره ثانيه بالضبط بشكل عندي الايورتيك فالف. لما بسكر عندي الايورتيك فالف قلنا بنهايه الريدوس اجكشن بلش ان احنا نحكي له الفنتريكلز يصير فيهم شو دايستول ببلش فيهم دايستول بلش مرحله الدايستول. فهذا السكند فيرتيكال لاين اللي هو بعد البوينت رقم 3 بيمثل شو الايزو فوليمتريك ريلاكسيشن ريلاكسيشن. فالايزو فوليمتريك ريلاكسيشن انه بيكون عندي انا فيه الفنتريكلز بلش يصير فيهم ريبرايزيشن وريلاكسيشن
ومشان أنا أبلش أهيئهم والضغط نزل فيهم مشان أبلش أهيئهم إنه تريبيت ذا سايكل ويصير لهم فيلينج مرة تانية. طبعا بالأيزو فولميك ريلاكسيشن بيكون قلنا بالمرحلة both valves are closed لعبين ما أنا يصير عندي فيلينج بالآتريا يصير عندي الآتريال بريشر أعلى من الفيتريكال بريشر بيفتح أي فالف مرة تانية بيفتح الماتر فالف أو الأي في فالف وببلش مرة تانية السايكل إني أعمل هذا طبعا هذا اللي بغلق خلينا نقول اللوب هو مرحلة الفيلينج اللي بتتم للفنتريكلز. واضحة؟ واضحة البي في لوب؟ طبعا هم وجدوا طبعا في نهاية حكينا الايزو فوليوميك ريلاكسيشن أنا بيضل عندي حكينا فوليوم داخل الفنتريكلز شو بسميه؟ ريزيجوال فوليوم تقريبا هنا زي ما حكينا هو 40 ل 50 ام ال هذا هو الريزيجوال فوليوم بضل بنهايه طبعا الفنتريكولار سيستول فسموه اند سيستوليك فوليوم اند سيستوليك فوليوم. هلا وجدوا انه من هاي اللوب انا بقدر احسب الستروك فوليوم. الستروك فوليوم هو عباره عن الفرق بين الاند دايستوليك فوليوم اللي هو ماكسيمم blood volume بوصل للventricles ناقص أو minus the end-systolic volume فبيطلع عنا stroke volume اللي حوالي هو 75 ml. واضح البي في لوب؟ دكتورة؟ نعم. يعني هسه بالوضع الطبيعي بالend-systolic بيظل حجم من الدم داخل الventricles مش كله بيعمل له injection؟ لا زي exactly أنا شو حكيت زي كيف عندك أنت بال كنت باللانك بضل في عندي انا شويه بعض فوليوم من الاير نفس الشيء بالفنتريكلز. تمام دكتور شكرا. فهذا فمنشان هيك البي في لوب بتساعدني اني احسب الستروك فوليوم اللي هو الفرق بين الاندايستوليك فوليوم والانسيستوليك فوليوم. وكمان بقدر اعرف البريشر مثلا هون البريشر انه كان نورمال مش نورمال مثلا هون البريشر هو هذا الايديال خلينا نقول بي في لوب الايديال بي في لوب لانه رحنا نشوف بعدين كيف لما يصير عندي انا شينجز ببعض الكارديك اليمنتس او الكارديك باراميترز كيف بتاثر على البي في لوب بتاثر على الستوك فوليوم. واضح البي في لوب سهل ترجمه الكارديك سايكل للبي في لوب. دكتوره ايش هي الخطوط الحمراء اللي على الاطراف هلا رح تحكي عنهم تمام. إذا هاي البي في لوب إذا منها بتمثل الفيزز كلهم تعون الكارديك سايكل وبحسب منها لأني بعرف من خلال البي في لوب الاندايستروك فوليوم والاندايستروك فوليوم فبقدر أحسب الستروك فوليوم. طيب أنا شرحتهم هدول البوينتس نفس اللي شرحتهم إنه بيمثل كل نقطة إيش بتمثل وأنا كيف بقدر أحسب فهي الستبز هي شرح البي في لوب. هلا بدنا نحكي عن الخطوط الحمراء اللي سأل عنها زميلكم. هلا في عندي أنا هون خليني أرجع لللوب هنا مرة تانية. هلا عندي أنا هذا بسموه Indiastolic Pressure Volume Relation هاي النقطة. هذا السلوب بيعبر لي عن الفنتريكولار كومبليانس. يعني شو هي الفنتريكولار كومبليانس؟ أخذتوها مع دكتور حكم ولا لا؟ أخذت دكتورة مش ذاك حكى عن إشي كومبليانس. طيب هلا الفنتريكل كومبليانس هي إنه أنا لما الفنتريكلز بدي أعملهم فيلينج من الأتريا شو لازم الفنتريكلز يعملوا؟ What they should how they should respond؟ لينكينج بدي يصير لهم. لازم يصير فيهم ستريتشينج. هذا رجل صح ولا لا؟ صح. هاي الستريتشينج هي اللي بتساعد إنه البريشر يطلع أو يزيد داخل الفنتريكلز. فأنا مشان أقدر أعمل بريشر جريديان مشان أقدر أفتح الأيورتيك فالف مزبوط. فهذا الباراميتر من البي في لوب إذا صار فيه أي تغيير يعني في نعم مين سأل؟ دكتورة كيف الستريتشنج رح يزيد البريشر؟ إحنا أخذنا أن الستريتشنج إنه رح يزيد تسع الهارت وبالتالي رح يقل البريشر. أجيم؟ إنه كيف الستريتشنج رح يرفع البريشر؟ هلا الستريتشنج انت لما بتعمل ستريتشنج بالفنتريكلز انت بتعطي طاقه صح؟ بتعطي بريشر ضغط وانت بتقعد بتعمل ستريتشنج للفنتريكلز خصوصا لما بمرحله الايزوفولوم كونتراكشن بكلوزد شامبر صح ولا لا؟ yes. ف
فهذا البريشر وهذه الانرجي هي اللي تستخدم لفتح الايورتيك فالف وبتعبر عن كومبلياس. قديش الفنتركل بيكون مرن لحد معين، قديش بيكون انا عندي بقدر اعمل فيلينج وبقدر اعمل بيلد اب للبريشر بداخل الفنتركل. واضحه دكتور؟ بتخزن الانرجي على شكل بوتنشال انرجي صح؟ بالضبط هذه الانرجي البريشر اللي انا نتيجه الفيلينج اللي بصير على الوولز هذا كله بيرفع يعني ultimately برفع البريشر داخل الفنتركلز، فبصير انا عندي بريشر جريدينت وبنتهي انا اني بفتح الايورتيك فالف وبصير عندي رابيد ايجكشن للبلد باول فيز. دكتور حسب مش اذا زاد الفوليوم البريشر بيقل حسب قانون بولز لو؟ اذا زاد البريشر ايش بتقول؟ اذا زاد الفوليوم بيقل البريشر. ليش دكتور؟ هذا الغازات وبحكي بولز لو الغازات هو السؤال. سائل بكلوز شامبر كيف بده ليش بده يقل البريشر؟ اها اوكي ماشي ماشي تمام شكرا. فاذا انا البريشر لما انا بقعد عم بعمل فيلينج 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 والفنتركل فيه عنده هاي ستريتشنج يعني ابيليتيز، فكل هذا الستريتشنج هو اللي بخلق الانرجي. اذا بتذكروا المحاضره امبارح حكينا هو الستريتشنج اللي بتخزن هو اللي بخلق البريشر ديفرنس. اذا قراتوها محاضره امبارح طيب ماشي. إذن لما أنا الدايستوليك بريشر فوليوم ريليشن هذه بتعبر لنا عن الفنتريكل كومبلياس سلوب تبعها، هلا أي تغيير بالسلوب يعتبر إنه في أو بيمثل إنه في عندي تغيير بالفنتريكولر كومبلياس. هلا لما يكون عندي مثلا فور إكزامبل الفنتريكل صاروا ستيف ريجد نتيجة مثلاً صار عندي ventricular hypertrophy اللي هو واحد من خلينا نقول remodeling changes اللي بتصير as a result of hypertension. أنت بتعرف إن hypertension بعمل many remodeling changes بالventricles، واحد منها أنه بعمل hypertrophy. فالhypertrophy بيخلي الventricles they are stiffer، فبالتالي السلوب تاع اللي هو الED BVR عندي بيزيد، وas a result أنا بكون عندي الventricles stiff وبالتالي بيكون هذا عندي higher pressure بيصير during filling the ventricular volume. يعني بيكون الفوليوم اللي بيدخل نتيجة stiffness أقل، لكن الهايبرتروفي هذا بتخلي البريشر يكون عندي عالي مع إنه الفوليوم نتيجة إنه الهايبرتروفي الفوليوم بيكون أقل، لأنه الهايبرتروفي بيخلي الستريتشنج ما يصيرش بشكل كتير كبير للفنتريكلز. في المقابل لما يكون عندي أنا دايليتد كارديوميوباثي إنه أنا عندي دايليشن صار بالفنتريكلز، فهذا بيخلي إنه أنا عندي يعطيني هاير باسيف كومبليانس والسلوب تاع الإي دي بي في آر بقل، وأز ريزلت بصير أنا عندي البريشر اللي بده يصير له ديفلوبمنت بالهارت at a given volume او at a given blood volume رح يكون اقل، لانه اصلا اوريدي الفنتريكولر الفنتريكل صار فيهم اوفر ستريتش، صار فيهم دايليشن نتيجه دايليتد كارديوميوباثي، وبالتالي ما رح يكون البريشر اللي رح يصير بالفنتريكلز عالي كتير، وما رح يكون بالتالي الإيجكشن للبلد قوي، فمش هيك الدايليتد كارديوميوباثي ألتيميتلي رح يؤدي لهارت فيلير، إنه الفيلير أوفر ذا بامب ما رح يصير عندي إيجكشن للبلد بشكل كتير كبير خلال الأورتا. فإذا الإي دي بي في آر بتعطيني معلومات عن قديش الفنتريكلز they are compliant ولا they are stiff ولا they are overstretched. واضح؟ فإذا كانوا stiff بيكون السلوب تبعها بيزيد، إذا كان عندي أنا they are dilated أو overstretched وبالتالي إيش ما عبيهم blood ما رح يساهم في build up ولا stretching وbuild up pressure، هذا بيكون السلوب بهذه الحالة للDBVR بيكون أقل. واضح؟ الثانية اللي هي الESBVR اللي هي بسموها intersystolic pressure volume relation. الانترستوليك بريشر فوليوم ريليشن بتعبر عن الانتروبيك ستيت اوف ذا فنتريكل كونتراكتيليتي تبعت الفنتريكلز، قديش الفنتريكل الباورفل اوف كونتراكشن تاعته از ايبل تو ايجكت ذا بلاد. واضح؟ اذا في وحده بتعبرين عن الكومبلياس انه كم بصير عندي انا
ستريتشنج وبيلد اب للبريشر بداخل الفنتريكلز. وباراميتر ثاني اللي هو الاي اس بي في ار اللي هو بيعبر لي عن الانتروبيك ستيت اوف ذا فنتريكلز الباورفل اوف كونتراكشن راح يصير بالفنتريكل تو ايجكت ذا بلاد. واضحه؟ فاذا البي في لوب بتعطيني معلومات عن البريشر، بتعطيني معلومات عن الستروك فوليوم، بتعطيني كمان معلومات عن الميكانيكال و خلينا نقول كاركترستيك تبع الفنتريكلز، هل هم ستريتج اوفر ستريتج، هل الكونتراكتيل تبعيتهم افيشنت ولا لا، كل هذا بقدر اعرفه من البي في لوب. واضحه البي في لوب؟ طب دكتور لو سمحتي. يس. هسا احنا قلنا لما يصير في عندنا هايبرتروفي بالهار بالهارت وول او بالفنتريكل راح يزيد السلوب. صح. طيب كيف يعني راح يزيد؟ صح هو الحجم صار اقل تبع الفنتريكل، صار الفنتريكل السلوب هون بيمثل انه البريشر بالفنتريكل عم بيزيد بس الفوليوم قليل، الفيلينج مش عم بوصل الفيلينج كبير. ليش؟ لانه الفنتريكلز دي ار سو ستيف، دي ار سو ستيف، مش عم بستجيبوا، مش عم بقدر اعمله. فهم they will try to stretch them بس ما في response. هذا بيساعد انه يعطيني بريشر عالي بس فوليوم قليل جدا، فالفيلينج بيكونش efficient لانه ما في عندي، لانه لازم الفيلينج لازم يكون فيه خاصيتين، انه انا اوصل adequate volume of blood واوصل واعمل adequate stretching بالventricles واعطي يعني proper pressure، ينتج عنه proper pressure اللي يفتح لي أو يصير عندي pressure جدا يفتح لي aortic valve. هلا الهايبرتروفي اللي في عندي استف اللي عم بحاول أنا أوسع أو أحاول أوسع عمل stretching بالventricle، لكن هذا بخلي هذه الفورسز اللي أنا بحاول إني أوسع فيها أو الventricles هي اللي بتخلي لي البريشر عالي لكن الفوليوم قليل جدا، ما بيصير عندي فيلينج لانه مش عم بيتوسع معي. يعني هاي البريشر اللي بصير هو بريشر عالي بس بدون فائده، ما في عندي انا اديكوت فوليوم او اديكوت فيلينج للفنتريكلز. واضحه؟ عشان هيك دائما الهايبرتروفي او البلد بريشر او هاي بلد بريشر، الهايبرتروفي كمان زي ما الهايبرتروفي بيؤدي للهايبرتروفي، كمان الهايبرتروفي واحده من الاشياء بتخلي كمان عندي البريشر دائما يكون عندي عالي. يس رجعين. يس احكي وين السلوب في الصوره؟ دقيقه هلا افرجيك. هذا السلوب، هذا سلوب النورمال بعتبروه للاي دي بي في ار لما يعلى او ينزل، هذا بيعبر عن كومبليانس. ونفس الشيء للاي اس بي في ار لما يصير له شيفتنج بيكون البريشر قل فبيكون عندي انا دايليتيشن، ولما بصير له شيفتنج اب لهي الجهه بيكون انا عندي صار في عندي هايبرتروفي وما في عندي اديكوت فيلينج بس في عندي هاي بريشر. شكرا دكتوره. واضحه؟ ايوه واضحه. طيب تمام دكتوره، ممكن سؤال؟ يس. يعني الفنتركلر هايبرتروفي بتزيد البريشر بثبات الفوليوم بس الفوليوم قليل، مش عم بيصير يعني ثبات الفوليوم، يعني ما بزيد الفوليوم، ثبات الفوليوم. الفوليوم حتى مش ثبات، الفوليوم رح يكون قليل لانه انت قاعد عم بتعمل بيلد اب لبريشر بس مش عم تقدر تعمل فيلينج. من الفوليوم مسكر بكون. لا مش الفوليوم مسكر، المساحه الفوليوم الحجم عندك الهايبرتروفي، يعني انت قاعد عم بتصغر خلينا نقول الانترنال اريا الموجوده بالفنتريكل نتيجه الهايبرتروفي. تمام شكرا. فالبلد زي انت لما تشوف جدران غليظه عم انت يعني جدران الفنتريكلز they are so thick بالهايبرتروفي، فانت شو مساحه اللومن انسايد شو رح يصير فيه؟ بتقل، رح تقل. فهذا النقصان بالحجم اللومن داخل الفنتريكل نتيجه الهايبرتروفي هو اللي بيخلي انه انا عم بحاول ازيد البريشر بس ما في فوليوم عم بيزيد، الفوليوم مش اديكويت زي لما بحاله النورمال سيتويشن. تمام شكرا دكتوره، وصلت. طب البي في لوب واضحه؟ يعني افرجيكم الفيديو ولا لا؟ يس اور نو ولا انطق للهارت ساوند؟ اه دكتور ورجينا يا اذا في مجال. الفيديو طيب او بترسلي لنا اياه عن طريق السي ار اذا انه ما فيش وقت يعني. طب امبارح السلايدات بعطيكم اياهم الفيديو اللي جواته انفتح معكم؟ لا لا دكتور كان على شكل صوره اتوقع عندي. لا هل عندي
مين فتح عنده ال سوري مين فتح عنده الفيديو؟ طيب إذا معناها بنفس اللينك، طيب ماشي، إذا بنفس اللينك اللي رح تحط لكم فيه السلايدات والريكوردات رح تحط لكم فيه الفيديو بشكل منفصل فيديوز، ماشي؟ إن شاء الله دكتورة. ماشي. نعم. لكجي. ان شاء الله بعد ما اخلص المحاضراتكم اللي هم المهم اليوم رح ناخذ اللي احنا الاي كي جي، بس نخلص المحاضرات برفع لكم اياهم على الـ على الـ على اللينك. طب خلص اذا باثناء البريك ماشي تمام اوكي. طب اذا البريك انا البريشر فوليوم لوب انا شرحته، اذا الفيديو هو يعادل اللي انا حكيته، اذا بتحبوا لانه هو وقته اعتقد 8 دقائق، فاذا اذا بدكم انه تشوفوه اسايد يعني لانه انا شرحت كل شيء بالبي في لوب، بس رح نضل نشرح عن الشيبس بالبي في لوب تمام. فانا رح اروح على الهارد ساوندز. شو حكينا امبارح؟ مين اول هارد ساوند بنسمعها؟ متى بنسمعها؟ S1 دكتورة لما يفتح الترايكس بالرام، لما يفتح شو؟ يسكره. سكر بأي واحد؟ لما يسكر الـ AV الترايكس بال لما يسكر الـ AV فالف. بسمع؟ نعم S1 ساوند بالضبط. S1 ساوند بسمعها لما يسكر شو؟ الـ AV فالف. طيب اذا انا في عندي بالهارد ساوندز عندي انا 4 ساوند، هلا 2 اوف ذم اللي هم احنا سمعناهم امبارح او وي كان ريكورد ذم او ذي ار اوديبل لما بحط الستيثوسكوب، يعني بقدر اسمعهم ولازم اني اسمعهم او نورمالي اني لازم اسمعهم. هلا بالنسبه للاذر ساوندز، الاذر 2 ساوندز هم ذي ار نوت اوديبل يعني مش مسموعات بالستيثوسكوب، والامبليتيود تبعهم هم فيري خلينا نقول لهم لو امبليتيود، مش لاود ومش لهم هاي بيتش ساوند، مش زي الاسوان والاستو. هلا هدول كيف عرفوهم؟ عملوا امبليفيكيشن لهدول الساوندز عن طريق الفونوكارديوجرام، عملوا امبليفيكيشن وحاولوا يعرفوا خصائصهم انه وين بصير لهم ريكوردينج او متى بصير لهم ريكوردينج. طيب هلا احنا حكينا انه الفيرست هارد ساوند انيشيتد لما بصير عندي كلوجر بالاي في فالف، هاي امبارح احنا اخذناها. هلا هي تعتبر اللاودست واللونجست اوف اول فور هارد ساوند، يعني هي اعلى والهاي هاير خلينا نقول بيتش ساوند امونج اول هارد ساوندز. هلا عندي انا الترايكسبايد فالف ساوند، طبعا بيقول لنا it is heard best in the fifth intercostal space just to the left of the sternum، والميتال ساوند بصير له انا بقدر اسمعه بشكل افضل لما يكون عندي بالفيفث انتركوستال سبيس ات ذا كارديك ابيكس، يعني مواقع بالمواقع هاي بالضبط بقدر اسمع الاس 1 بشكل واضح، سواء اللي جاي عندي عن طريق الميترال فالف كلوجر او الترايكسبايد فالف كلوجر. اذا التراي كاسبايد فالف ساوند بسمعه بالفيفث انتركوستال سبيس just left to the sternum، والميترال ساوند بسمعها بالفيفث انتركوستال سبيس at the cardiac apex. واضحة؟ إذن هاي الأس 1 ساوند هي إذن أعلى هارت ساوند ولها وتعتبر أطول هارت ساوند بقدر أسمعها، ناتجة عن الكلوجر للأي في فالفز at the end of ventricular filling. طيب هلأ السكند ساوند هي الساوند اللي بسمعها متى؟ لما يصير عندنا ايجكشن للبلد، لما يسكر عندي اي فالف مش درسي لما يسكر عندي سيميلونر فالفز اللي هو الايورتيك فالف بالمونيك فالف، بسمع ايش عندي السكند هارت ساوند. طبعا تعتبر هي عاليه او الها
تعتبر loud heart sound، لكنها إلها طبعا intensity أو amplitude تبعها والduration تبعها يعتبر أقل من first heart sound، فالfirst heart sound بضلها أعلى sound بسمعها. هلأ في عندي أنا second sound قلنا تيجي من closure aortic valve اللي هم both semilunar valves aortic والpulmonic valve. هلأ second sound اللي بتيجي من closure للpulmonic valve بسمعها بالsecond thoracic inter space. طبعا انتوا لازم تكونوا هسه شاطرين بالاناتومي، مذكرين اناتومي. اذا البارمونيك فالف ساوند او السكند ساوند اللي جاي من الكلوجر البارمونيك فالف بسمعها بالسكند thoracic inter space just left to the sternum، والساوند او السكند ساوند اللي جاي من الكلوجر للايورتيك فالف is heard maximally او ideally بالسيم intercostal space بس to the right side of the sternum. إذن البالمونيك valve بسمعها ب second thoracic interspace left to the sternum، والclosure aortic valve الساوند تبعه بسمعه بنفس second thoracic interspace بس to the right to the sternum. هلأ الaortic valve usually بعطيني louder خلينا نقول sound أو higher pitch sound compared to the pulmonic valve closure. But in cases إنه أنا صار عندي مشكلة أو عندي pulmonary hypertension راح تاخذوها أكيد بالباثولوجي، لما يكون عندي pulmonary hypertension العكس بصير. لما صار عندي pulmonary hypertension أنا بسمع الكلوجر تاع البالمونيك فالف أعلى من الكلوجر تاع أو السكند ساوند اللي جاي من الكلوجر للأيورتيك فالف. واضحة؟ إذا نورمالي لازم الأيورتيك فالف الكلوجر يعطيني أعلى أو سكند ساوند أعلى من اللي جاي من الكلوجر للبالمونيك فالف. هلا بحكينا انه النيتشر والامبليتيود تاعت السكند هارت ساوندز بتتغير مع الريسبيريشن فيز خطوه الار اس. هلا ديورينج اكسبيريشن لما انا بدي افرغ اللنجز من الاير، هلا الهارت ساوند از هيرد ذات ريفلكس ذا سيملتينيس كلوجر اوف ذا بالمونيك اند ايورتيك فالف. يعني بالاكسبيريشن انا بقدر اسمع ال واحد ساوند واحدة من سكند يعني هارت ساوند جاي من الكلوجر البالمونيك والايورتيك فالف، هذا ايش باثناء اكسبيريشن. لكن لو انا بعمل انسبيريشن باخذ هواء راح يصير انا عندي في فرق، راح اسمع السكند هارت ساوند از تو سيبريت وفي فرق حتى بيناتهم، راح يكون في عندي واحدة ديلي عن الثانية اللي هي الكلوجر او الساوند اللي جاي من الكلوجر البالمونيك فالف راح يتاخر، فبالتالي راح اسمع انا الأيورتيك فالف كلوجر ساوند قبل البالمونيك فالف كلوجر ساوند. هاي بحالة الإنسبيريشن، لكن بالإكسبيريشن بيكون عندي بوث ساوند بسمعهم سيمالتينيسلي at the same time. لكن لما بكون بعمل إنسبيريشن عم باخد هواء، بهاي المرحلة رح يكون عندي الكلوجر البالمونيك فالف بيتأخر، وبالتالي رح أسمع الأيورتيك فالف كلوجر ساوند قبل البالمونيك فالف كلوجر ساوند. واضح؟ طبعا هذا نتيجة انه انا عم بعمل blood flow للungs، وبالتالي انا هذا السبليتنج اللي عم بصير during the inspiration بسموه the physiological splitting. يعني هذا مش pathological، يعني انا لما during inspiration لما يكون عندي في تأخير هذا بعتبره physiological splitting بالsecond sound. واضحة؟ إذا رح أرجع أعمل تلخيص السكند هارت ساوند، إذا هي تعتبر عالية أو لاود ساوند أو هاير بيتش ساوند، لكنها من ناحية الديوريشن ومن ناحية الانتنسيتي تعتبر أضعف من الفيرست هارت ساوند. قلنا بسمعها بالسكند ثوراسيك انتر سبيس، إذا كانت ناجية من البالمونيك فالف كلوجر بسمعها ليفت تو ذا sternum بالسكند ثوراسيك انتر سبيس، واذا كانت ناتجه عن الايورتيك فالف كلوجر بسمعها بنفس الاريا اللي هي سكند ثوراسيك انتر سبيس بات رايت تو ذا تو ذا sternum. هلا حكينا انه نورمالي لازم الايورتيك فالف كلوجر يعطيني لاودر ساوند دان ذا بالمونيك فالف كلوجر، بس اذا في حالات عندي بالمونيك هايبرتنشن او بروبلم بالتنشن اللي او البريشر بداخل اللنجز، هنا العكس بصير البالمونيك فالف كلوجر يعطيني لاودر ساوند. قلنا في عندي انا كمان الماجنيتيود او الامبليتيود تعيدها السكند ساوند تتغير with respiration. in expiration بسمع انا
الايورتيك فالف كلوجر ساوند والبالمونيك فالف كلوجر ساوند at the same time simultaneously while during inspiration الايورتيك فالف كلوجر ساوند بسمعها قبل البالمونيك فالف كلوجر نتيجه الديلي لانه بتاخر اغلاق البالمونيك فالف وبالتالي هذا الكونديشن او هاي الحاله اثناء الانسبيريشن بسموها فيسيولوجيكال سبليتنج. واضحه هلا في عندي انا كمان اذر ساوندز اللي بسموهم اس 3 واس 4 او ثيرد هارت ساوند وفورث هارت ساوند. الثيرد هارت ساوند طبعا بسمعها احيانا بالشيلدرن اللي طبعا انه عندهم بيكون سنشست وول او البيشنت اللي عندهم صار مشكله بالفنتريكل صار عندهم ليفت فنتريكولر فير طبعا بسمعها بشكل واضح لانه هدول الهارت ساوند موجودين لكنهم لهم فيري لو يعني انتسيت تبعهم والامبليتيود تبعهم بيكون فيري لو يعني مش واضحين نوت اوديبل لايك ذا اذر ساوندز. لكن لما بكون اسمعهم بشكل واضح بكون مسموعه بشكل واضح اذا كان عندي شايلد عنده finished wall أو إذا كان عندي patient عنده left ventricular failure. طبعاً هي بالعادة بتكون عندها low intensity و low frequency وبتكون بسمعها بشكل بتكون يعني واضحة إذا عملتها amplification بالcardiac apex. طبعاً ال vibration هادو بيحدثوا بالearly diastole أو بيعبروا عن الearly diastole اللي ناتج عن لما بيوقف عندي أنا distension بالventricles نتيجة إنه أنا يعني وقفت ال blood entering يعني بيحكون أنا ال ventricle داخل مرحلة relaxation فما وبعد ما فتح عندي الميترال فالف بهاي المرحلة إنه أنا في عندي دايستول بالفنتيكل ما في عندي أنا ديستنشن ولا ستريتشنج بالفنتيكل بهون ممكن تنسمع هذه الساوند. هلأ الفورث أو بسموها أتريال هارت ساوند هاي كمان هي لها كمان لو فريكونسي ولو انتنسيتي وهذه الساوند هي بتعبر عن الاتريال كونتراكشن بسمعها باثناء الاتريال كونتراكشن لكنها مش اوديبل زي بقيه الساوند لها حتى هي تعتبر ذا ليست فريكوينت وذا ليست انتنسيتي تعتبر فور هاي الساوند الفورث هارت ساوند اذا بسمعها او ممكن تحدث في اثناء الاتريال كونتراكشن بينما الثيرد ساوند تحدث في اثناء الفنتريكولار دايستول انه انا ما في عندي فيلينج والفنتريكلز عم بيصير لهم ريلاكسيشن. واضحه واضحه الهارت ساوندز. اذا حكينا هلا قلنا الفورث ساوند هي نورمال بيكون موجوده بلو انتنسيتي ولو فريكوانسي لكن اذا صارت مسموعه صارت اوديبل هذا بيدل انه في عندي فنتريكولار بروبلم ممكن يكون عندي لو فنتريكولار كومبليانس زي ما حكينا انه السويتشنج مش عم بصير بشكل جيد اثناء الفيلنج للفنتريكلز كمان ممكن تحدث لما يكون عندي فنتريكولار هايبرتروفي او اذا كان عندي مايوكارديال اسكيميا. في المايوكارديال اسكيميا ممكن اسمعها وكمان ذا مور انه الهيومن بيكون بصير اولد او اولدر ادلت كمان بتصير هاي الاس 4 ساوند تصير اكثر الانتنس تبعتها تصير اعلى. فاذا هاي عندي هذا السكيم بوضح لي عندي أنا كل هارت ساوند حكينا أعلى واحدة هي واللي لها هير ولاودر ساوند هي الأس 1 بسموها أحيانا لب وتعطيني زي صوت لب والسكند ساوند اللي هي بسموها الدب اللي هي برضو تعتبر أوديبل لكنها لس لها لس انتنسيتي وشورت ديوريشن كومبيرد تو ذا أس 1 ساوند. طبعا الديوريشن تاعت الاس 1 ساوند في كتب بتحكي انها 0.15 سكند والاس 2 0.12 سكند هاي الديوريشن تبعهم. وعندي الاس 3 والاس 4 اللي هم نورمالي ذي ار نوت اوديبل لكن ممكن يسمعوهم اذا عملوا امبليفيكيشن لإلهم وقلنا هدول طبعا اذا كان ال الانتنسيتي والفريكونسي تبعتهم زادت هذا بيدل انه في عندي باثولوجيكال بروبلم بالهارت. واضحة؟ دكتورة بتخيل طيب. لنا الديوريشن؟ نعم الديوريشن لكل واحد بس هلا الأس 1 قلنا أعلى الديوريشن لها هي 0.15 سكند الأس 2 0.12 سكند يعني أو أحيانا حتى بحطوها 0.1 سكند هاي الديوريشن تبعيتهم. الأس 3 والأس 4 لأنه صعب إنه
يعني حدد بالضبط الديوريشن تبعهم، والديوريشن تبعهم قليل، فما في يعني ما في يعني ما في لهم ريفرنس من ناحيه الديوريشن. لكن قلنا لما يصيروا لهم ديوريشن عالي ويصيروا انتنسيفايد هذا بيدل على باثولوجيكال كونديشن. لكن انا بحكي عن نورمال سيتويشن انا هون، واضحه؟ اوكي شكرا دكتوره. طيب هلا الكارديك مارمرز، الكارديك مارمرز، هلا احنا حكينا عن النورمال هارت ساوندز كيف وين بسمعهم. المارمرز او البروتس هي لما يكون عندي اب نورمال ساوندز هيرد بال various parts of the vascular system. هلا سواء انا بستخدم بروتس اور مارمرز they are interchangeable terms، لكن المارمرز اكثر هي مستخدمه اكثر من اني استخدم عندي البروتس. هلا المارمر طبعا هي بتعبر انه انا في عندي او معناها الحرفي انه عندي نويز ساوند، وهي عندي انا نويز ساوند هون بهاي الحاله لما بحكي كارديك مارمر بيكون بالهارت. واحنا حكينا انه النويز ساوند هاي بتيجي نتيجه سببين، انه انا عندي الفالفز تعون الهارت هدول البلد فلو فيهم بالعاده كيف بيكون، اخذتوهم اكيد مع دكتور حكم، لامينر ونون تيربولانت بيكون سايلنت وما بيكون عالي هذا الفلو من داخل هدول الفالفز. هلا لما الفيلوسيتي بتزيد وبصير عندي انا تيربولانت بلد فلو، هذا اللي بيخلق هاي الكارديك مارمرز. إذا الكارديك مارمرز بتعبر إنه أنا صار في عندي changes بالheart valves. فهلأ أنا من changes المهمات اللي هو أنا يكون عندي valve stenosis. شو يعني valve stenosis؟ يعني إنهم بصيروا stop. إنه valve دكتور إنه بصير رقيق أو شيء زي هيك. valve stenosis إنه بكون أنا عندي ال valve صار stiff، واضح؟ وصار فيه نروينج، واضح؟ هلا من المشاكل الثانيه اللي بتصير بالفالف اللي هو الفالف انكومبتنسي او انسفيشنسي. الفالف انكومبتنسي او انسفيشنسي انه انا المفروض بكل مرحله من الكارديك سايكل ايش حكينا شو بصير بالفالفز، يا بيفتحوا كامل، اذا ما فتح كامل وكان في نروينج هذا بنسميه ستينوسيس، ولما يغلق لازم يغلق كيف؟ كامل، لازم يكون بشكل كامل. يعني لما أسكر أنا الليفلتس تعون الفالف لازم أسكره بشكل كامل بحيث إنه ما يصيرش عندي ليكج وحتى باكورد إنفلكس للبلد. فهذا لما بيكون أنا عندي الفالف مش عم بيفتحه بشكل كامل اللي هو ستينوسيس أو مش عم بسكره بشكل كامل، هذا بسميه بهاي الحالة إنكومبتنسي. إذا إنكومبتنسي أو إنسفيشنسي إنه الفالف they are not closed completely. إذا هدول الحالتين الستينوسيس والإنسفيشنسي أو الإنكومبتنسي هم اللي بيخلقوا لي هدول النويز هارت ساوندز. طيب هل بنعطي examples من الأمثلة عليهم اللي هو أنا المرمر اللي بسمعه over the carotid artery when the lumen is narrowed or distorted by atherosclerosis. هون بصير أنا عندي بسمع مرمر بهذا الكاروتيد ارتري. كمان لما يكون عندي انيروزمال دايليشن اوف وان اوف ذا لارج فينتريكل هذا كمان بيؤدي لظهور المارمرز. ولما يكون عندي اتريو فينس فيستولا والبيتن دكتس ارتريوسس الواحد من الكونجيتال بروبلمز كمان هذا بيخلي عندي اني اسمع مارمرز. فالمارمرز بتعبر انه انا في عندي مشكله اذا كونجنتال او صارت في الهارد وذ تايم، هذا بيخلق انه عندي المارمرز نتيجه انه انا الفالفز يا صار فيهم ستينوسيس نروينج او صار فيهم انسفيشنسي انه مش عم بسكروا بشكل كامل، فبخلق لي هذا النويز ساوندز اللي بسمعها بالهارت. طيب هلا قلنا حكينا انا هون انه اهم واحد بسبب انه الكارديك مارمرز انه صار عندي ستينوسيس فنروينج، فاذا رصد انه الفلو تاع اللي بالبطن بصير في بصير نويزي وبصير تيربولنت، فبسمع انه عندي انا هارت او نويز هارت ساوند. كمان لما يكون عندي قلنا الفالف از انكومبتنت او انسفيشنت بهاي الحاله الفالف ما بسكر بشكل كامل ات ويل نوت كلوز كومبليتلي، بصير عندي ريجرجيتيشن او انسفيشنسي وممكن
بهاي الحالة هدول الليفلتس اللي ما سكروا بشكل كامل يصير عندي backward flow للبلد for example from the ventricles to the atria, وهذا كمان بعطيني heart murmurs. طبعا الهارت المارمرز او الكارديك مارمرز قد يكون سيستوليك ودايستوليك, بعتمد على انه السيتويشن او شو الكونديشن اللي بالفالف, اذا كان ستينوسس او وين بالضبط هذا الكونديشن صار باي فالف, هل هو في السيمي لونر او بالاي في فالف. طبعا احنا بحكي لنا one of the loudest murmurs that produced اللي هو لما بصير عندي باك فلو للبلد اللي هو ان دايستول, لما يكون أنا عندي هول موجودة بالكاس بتاع الأيورتيك فالف, هذا بعطيني very loud murmur. واضح إنه أنا بدال ما الأيورتيك فالف سكر بشكل كامل at the end of the ejection during the ventricular diastole, هنا الكاس تبعه بضله مفتوح فبيؤدي إنه أنا يصير عندي backward flow للبلد وبعطيني very loud أو the loudest murmur ممكن أسمعها. إذن فاللاودس مرمر اللي بتحدث في أثناء الدايستول ناتجة عن هون insufficiency ولا stenosis؟ insufficiency لأنه الأيورتيك فال مش عم بسكر بنهاية الدايستول أو ببداية الدايستول للفنتركل, المفروض أنه يسكر ويصير أنا عندي relaxation بالفنتركل فمش عم بسكر, فهذا بيخلي backward flow وبيعمل لي بعطيني the loudest murmur. طبعا بحكينا الـ most murmurs can be heard only لما أنا بدي طبعا أسمع بدي أحتاج استيثوسكوب, زي لما بدي أسمع الهارت ساونز كمان بحتاج استيثوسكوب مشان أسمع المرمرز. لكن في عندي أنا high pitch musical diastolic murmurs زي اللي هم بحدثوا نتيجة عندي أنا الكاسب أو الهول أو الانسفشنسي بأورتيك فال, هاي أحيانا ممكن إذا كانت too much أو severe إنها قادر أسمع هذه المرمر حتى بدون حاجة إني أستخدم الاستيثوسكوب. فمش هيك بعتبره هذا loudest murmur اللي هي المرمر اللي جاي عن الأيورتيك valve insufficiency. كمان حكينا إنه أنا الكونجينيتال problems بالهارت كمان بتعمل لي murmur, زي مثلاً بيكون عندي congenital interventricular septal defect اللي هو السبتم بيكون between the ventricles فيه defect, فأنا رح يصير عندي as a result flow للبلد from the left to the right ventricle, وهذا بيعطيني systolic murmur لأنه هاي بهاي الحالة بسبب إنه وين المرمر وين الديفكت صار, هذا size of defect بحد يعرفوا إنه هذا بسميه systolic murmur أو diastolic murmur, وكمان systolic لأنه بيحدث في أثناء عملية الventricular contraction. هلأ في عندي كمان some murmurs بيكونوا soft وممكن أنا أسمعهم لما بيكون عندي طبعاً الكونجينتال انترفنتريكولار سيبتال ديفكس, الميرمرز تبعيتهم بيكونوا أعلى من الانتر أتريال سيبتال ديفكس, بيكونوا سوفتر ميرمرز كومبير تو ذا انترفنتريكولار سيبتال ديفكس, ولكن هذا it is not يعني confirmed yet إنه, لكن بعتبروهم أقل بالحدة تعيتهم أقل من الميرمرز اللي بتحدث لما يكون عندي سيبتال ديفكس between the ventricles. كمان عندي أنا السوفت هدول بسموهم سيستوليك مارمرز كمان ممكن يحدثوا ممكن أسمعهم بال children small children, وهدول بهذه الحالة لا يعتبروا إنه يعني pathological condition بالheart بهدول الشدرين, لكن إذا طوروا ممكن يعني بيكون ساعتها إنه بعطيني concern إنه ممكن يكون في عندي إذا مرحوش with time لما الشايل بصير بعمل grow up بصير adult, بهاي الحالة إذا مرحوش ده الساوند بعرف إنه في عندي أنا pathological problem في عندي بالheart. كمان في عندي أنا systolic murmurs ممكن تنتج نتيجة عندي أنيميا, الأنيميا بتخلي ال viscosity للبلد تكون قليلة, و هذا بيخلي إنه الفلو تبع البلد يكون accelerated turbulent فبعطيني كمان systolic murmurs. هاي إذا في حالة الأنيميك patient. إذا في عندي different situation, إذا في عندي congenital defects بتعمل لي murmurs, قلنا منهم أهم إشي septal defects سواء كان بالventricles أو بين الأتريا, septal defects بالventricles بتعطيني louder
heart murmurs. وفي عندي كمان ممكن في surgical soft murmurs يكون موجودين mainly بالchildren they will disappear when the child grow up it will not be associated with any cardiac diseases أو أن الأنيميا اللي هو low hemoglobin level نتيجة أنه بصير عندي أنا low viscosity blood بصير الفلو تبعه سريع accelerated flow turbulent فكمان بعطيني systolic murmurs. إذا هون حكينا أنه التايب انه سيستوليك او دايستوليك مرمر او باي فيز لازم اسمع هاي المرمر بتعتمد على قلنا الفالف وبتعتمد على شو طبيعه الابنورمالتي اللي صارت بهذا الفالف. فاذا كانت عندي الفالف هو سيمي لونر فالف سواء كان ايورتيك او بالمينوري وكان اذا كانت الابنورمالتي ستينوسس يعني ناروينج بسمع المرمر بالسيستوليك فيز. بينما اذا كان عندي انسفيشنسي بالسيميلونر فالفز بسمع الميرمر بالدايستوليك فيز او الدايستوليك دورينج ذا دايستول. لكن اذا كان عندي انا الفالفز انفولد بذس بالميرمر هارت ساوند اذا كانوا ميترال او ترايكاسبايد او الاي في فالفز اذا كان عندي انا فيهم ستينوسس او ناروينج بسمع اوبوزيت بسمعهم بالدايستوليك phase of the cardiac cycle. لكن إذا كان فيهم insufficiency اللي هم they didn't close completely بسمع الـ murmur sounds بـ systolic phase of the cardiac cycle. فإذا الـ duration أو timing متى بسمع أو when I will hear this murmur بعتمد على طبيعة نوع الفالف وبعتمد على طبيعة الابنورمالتي اللي صارت بالفالف. فهذا التابل كتير رح يسهل عليكم إنكم تحفظوا إنه هل اللي صار الـ وين متى رح أسمع إذا صار في عندي أي مشكلة بهدول الفالف سواء سينوس أو insufficiency متى رح أسمع الميرمر ساوند. واضحة؟ واضحة الميررز؟ أي سؤال عليها؟ طيب هلأ بنحكي بعد ما خلصنا الهارت ساوند والبيفيلو بنحكي هلأ في عندي أنا situation بصير عندي shift بالبيفيلو. طبعا من هاي الشيفت بتتغير عندي باراميترز كثير. فمثلا عندي انا اذا كانت انا عندي مشكله بريلود اكيد اخذت شو تعريف البريلود والفيلينج من ذا فينتريكل دكتوره بريلود كميه الدم موجود بالفينتريكل بنهايه الدايستول لا انتوا اخذتوه مع الدكتور حكم اعتقد صح دكتوره خلنا البريلود والافتر لود لا البريلود شو بيعبر؟ بيعبر عن الفينس ريتيرن بالضبط. إذا البريلود بيعبر عن الفينس ريتيرن. فأنا إذا كانت في عندي مشكلة وإمبيرمنت بالبريلود شو رح يتأثر بالبيفيلوب؟ مين يحكي لي؟ إذا أنا قل الفينس ريتيرن بدون ما تطلعوا على المكتوب شو رح يتأثر؟ ممكن الفوليوم اللي أنا رح يكون أفيلابل أو معبي الأتريوم ورح يعمل لي فيلينج للفنتركلز إيش رح يصير فيه؟ رح يقل دكتورة رح يقل الفوليوم تمام؟ فلهذا الفينستين لما بصير فيه impairment الاندايستولينج فوليوم أو الفنتركلز فوليوم رح يقل. وبالتالي لما بيقل عندي أنا الفنتريكولر او الفيلينج اللي رح يصير عندي از ريزلت انه انا الفينس ريتين عم بقل رح يصير عندي انا الفيلينج للفنتريكل شو رح يصير فيه قليل ما بقل انا الفيلينج قليل تمام. ف از ريزلت شو رح يصير عندي انا رح يصير في عندي محاوله اني اعمل تعويض لهذا النقصان اللي صار بالبري لود. فبصير عندي as a result reduction بالفيلينج و reduction بالventricular yes yes بصير reduction بالstrength بالضبط. فبصير أنا عندي reduction بالstrength وبصير عندي أنا زيادة بالسلوب تعيد ال end diastolic pressure volume relation. فهذا بخليني انا في عندي less ventricular filling وراح يصير عندي انا greater end diastolic pressure. واضح؟ هاي لما بيقل عندي بريلود. طبعا البريلود لما بيقل انا الهارت بصير يحاول يتعامل مع النقصان بالبريلود ونقصان
بالفيلينج انه شو يعمل؟ هايبرتروفي. فهذا الهايبرتروفي بخلي انه كمان as a result of this decrease in the preload بخلي انه يصير عندي reduction بالventricular compliance. لانه كمان الهارت مستجيب دائما لتغيير بالبراميتر، بيحاول يغير يعمل اللي بسموها هاي ريموديلينج تشينجز، يعدل بال خلينا نقول الاستكشر تبعونه او الكومبوزيشنز تبعونه. فاذا as a result of the impairment بالبريلود الفنتيكولار فيلينج رح يقل نتيجه انه انا قل عندي الدم الواصل للاتريا، واذا نزلت رح يصير عندي انا الهاير ان دايستوليك بريشر نتيجه انه عندي السلوب تبع الاند دايستوليك بريشر فوليوم ريليشن شيب زاد، والتيميتلي بتطلع عندي الفنتريكولار كومبليانس وبصير عندي انا فنتريكولار هايبرتروفي. واذا نزلت شو بتطلع على الستوك فوليوم؟ شو رح يصير فيه؟ رح يقل كمان الستوك فوليوم. اذا نزلت كمان ريدكشن بالفيلينج وريدكشن بالكومبليانس رح يصير عندي ديكريز بالستوك فوليوم. واضحه؟ طب شو بالنسبه للاي اس بي في ار؟ تزداد. هلا الاي اس بي في ار اذا ملاحظين انه الاي اس بي في ار نزلت شوي نتيجه الريدكشن بالفيلينج، صح ولا لا؟ هي المفروض انها تكون هون نزلت، مزبوط؟ لانه انا مش عم بصير عندي نتيجه ال ما في عندي انف بلد يعمل فيلينج وصار عندي ريدكشن بالكومبليانس. فهذا قبل ما يصير عندي هايبرتروفي رح يكون عندي الاي اس بي في ار يقل، عبين ما يصير عندي هايبرتروفي برجع قلنا اذا بزلت برتفع عندي البرشر مره ثانيه اللي بصير بداخل الفنتريكلز. اذا هاي التاثير اذا لما يقل عندي الفينوس ريتم. يس. لما يصير دكتورة هايبرتروفي برجع للنورمال ولا انه بحاول يرجع؟ ببلش يحاول يرجع، نعم كتعويض، لانه هذا بسموه ريميدلينج تشينجز. طيب دكتور هاي الحالة برضو الاسلوب راح يصير له انكريز صح؟ بصير مزبوط، بس بالبداية اول شيء بيقل بعدين بصير له نفس الحالة لانه قل الحجم وزاد الضغط. بالضبط. هاي بالبداية قبل ما يصير عندي هايبرتروفي بيكون أنا لأنه نتيجة الفيلينج مش إناف، فالبريشر بصير عم بالفنتريكلز بيكون مش إناف إنه يعني يرفع لي إياه للليفل اللي أنا أقدر أعمل إيجكشن، يعني رابيد إيجكشن. وهذا حدا إنيشيال، لكن والتايم مع الريمودلينج بصير عندي البريشر بصير بلش يرتفع ذا مور إنه إذا كانت الـ يعني الـ خلينا نقول هاي المشكلة طولت أو صارت برولونجد. وهذا طيب هلا نشوف لو كان عندي أنا خفت الكونتراكتيليتي شو هي ذا الانتروبي، اكيد اخذتوها كمان مع الدكتور حكم، انا بعتقد انه اعطاكم محاضره عن هذول الكونسبت صح ولا الكونتراكتيليتي البريلود الافتر لود مزبوط؟ اخذناهم بالجنرال كمان. اخذناهم دكتوره. اوكي اذا هلا نيجي نشوف، اذا حكينا على البريلود نيجي نشوف لو صار عندي انا لوس بالانترنسيك انتروبي. شو الانتروبي؟ بتعبر عن ايش؟ contractility والheart rate. بس الكونتراكتيليتي تاعت الفنتريكلز، يعني الكونتراكتيليتي تاعت الفنتريكلز مهمه جدا عشان اقدر اعمل كونتراكشن، اقدر اعمل بامبنج للبلد. فاذا صار عندي انا لوس بالانترنسيك انتروبي ايش راح يقل عندي؟ راح يقل عندي السلوب تبع الاي سي الاي اس بي في ار، مزبوط؟ مزبوط ولا لا؟ فهذا نتيجة إنه أنا عندي الـ ESBVR السلوب تبعه قل، وبالتالي شو رح يصير عندي؟ رح يصير عندي أنا الكونتراكتيلتي قليلة، رح يصير عندي أنا إنه ما مش عم أقدر أعمل إجيكشن للبلد بشكل كامل لأنه الكونتراكتيلتي أقل. شو رح يصير بالرسجوال فوليوم أو الانسيستوليك فوليوم؟ رح يزيد لأنه الكونتراكتيلتي قليلة، قل الـ ECBVR رح يكون عندي الـ amount of the blood remaining at the end of the systole رح تكون عالية. وفي المقابل هذا الـ reduction اللي صار بالـ stroke volume الجسم بحاول يعمل compensatory mechanism إنه يزيد لي شو؟ أي parameter؟ الـ pressure كانوا دكتورة؟ لا الـ venous return as a compensatory mechanism. لا الريدكشن اللي صار بالستروك فوليوم نتيجه الريدكشن بالكونتراكتيلتي
الجسم بيحاول يعمل انه يزيد الفيلينج للاتريا كمحاوله انه يساعد في انه البيلد اب بريشر بالفنتريكلز ويصير انه يحاول انه يعدل الكونتراكتيلتي. المشكله صارت بالكونتراكتيلتي. فالكومبنساتوري ميكانيزم او الكومبنساتوري انكريز بالبريلود راح تزيد ايش الاند دايستوليك فوليوم، مزبوط. وفي المقابل انا عندي الاند اصلا سيستوليك فوليوم اصلا عالي نتيجه البور كونتراكتيلتي، فاذا ريزلت راح يصير عندي انا ريدكشن بالستروك فوليوم حتى لو الكومبنساتوري ميكانيزم كانت موجوده. فاذا اللوس اوف انتريزك انتروبي او الكونتراكتيلتي شو بتخلي مين يعيد معي؟ ترفع لي، بتقلل لي الاي اس بي في ار. وايش بصير كمان عندي؟ ايش بتغير؟ بزيد الريزيدوال فوليوم، بزيد الريزيدوال فوليوم او السيستوليك فوليوم از ا ريزلت، لانه انا في عندي كومبنساتوري ميكانيزم انه شو زاد عندي؟ البريلود هذا زاد وهذا اصلا زايد بشكل كبير. شوفوا ممكن هون وصل هياته تقريبا ريزيدوال فوليوم اكثر من 100. الفرق بين ذا الدايستوليك فوليوم والانسيستوليك فوليوم قل حوالي 50 هون عندنا، فهون الستروك فوليوم ايش صار فيه؟ قل ديكريز، واضح ديكريز. اذا واضح، اذا هذا الايفكت تاع اللوس اوف انتريزنج انتروبي على البي في لو. طب دكتوره yes. اسب الكومبنساتوري لما بدنا نزيد البريلود yes. علشان نحسن من الكارديك اوتبوت، طب هون شو راح يصير yeah. بالاسلوب التبعيث الاي دي في؟ الاي دي في ار بهذه الحاله السلوب تبعها ما بتغير، لكن اللي بتغير فقط الحجم، انه بصير شفت يعني على نفس السلوب للحجم تبع الاندايستوليك فوليوم. دكتور ما بتغير لانه زدنا الحجم وزاد الضغط معه، صح؟ زادوا الاثنين مع بعض. مزبوط ما في تغيير على دايستوليك بي في ار ريليشن شيب، فقط التغيير بيكون على سيستوليك بي في ار نتيجه الكومبنساتوري ميكانيزم. هسه هدف الكومبنساتوري ميكانيزم هي انها تزيد الاستريتش لل احاول اني انا ازيد الاستريتش، احاول اني اعدل، احاول اعلي الكونتراكتيلتي والستريتشنج والانرجي بدي اخزنها بالفيزيكال، بلكي انه يصير عندي كونتراكتيلتي اعلى. لكن اذا كان عندي انا الريدكشن بالكونتراكتيلتي نتيجه طبعا هاي اكثر شيء بتكون بالهارت فيلير ديزي بروبلم بالهارت، او لما يكون عندي انا فيلير اوف ذا بام سموها، بهاي الحالة حتى لو عدلت الفينوس ريتين رح ضلها كونتراكتيلتي فري يعني ضعيفة. تمام. واضح؟ تمام. واضح. طيب هلا نيجي نحكي عن لما يكون عندي أنا mitral valve stenosis، mitral valve stenosis. هلا mitral valve stenosis اللي هو مسؤول عن يعمل لي filling للليفت ventricle، لما يصير فيه ستنوسس النروينج شو راح يصير فيه عندي انا بالفنتريكل فرينج؟ شو راح يصير فيه؟ راح تقل البريلود. بالضبط، راح يقل الفيلينج للفنتريكل، صح ولا لا؟ مزبوط. صح دكتور، راح يقل. اذا انا ذا اند اوف ذا فيلينج راح انتهي انه الاندايستوليك فوليوم تبعي اللي بالفنتريكل راح يصير فيه ديكريز، مزبوط. يعني الاندايستوليك فوليوم هذا راح يصير يقل، بدل ما يكون هيو بدل ما هو بالاصل يكون تقريبا بين 125 ل 130 صار اقل او على ال 100. اذا قل عندي الاندايستوليك فوليوم. هلا لما بيقل عندي انا الاندايستوليك فوليوم اللي او الفيلينج اللي صار عندي بالفنتريكل، شو راح يصير عندي بالبريشر داخل الفنتريكل؟ راح يقل دكتوره، راح يقل البريشر. فالبريشر اللي بيصير له بيلد اب بالفنتريكلز راح عندي يصير يقل، فهذا بيخليه في عندي انا اذا بتلاحظوا هون انه راح يصير عندي انا يعني ليتل بيت ديكريز، هيو اذا بتلاحظوا ديكريز بالاي اس بي في ار، يعني صار لها شيفت لتحت، وحتى اللوب تبعي كلها تقريبا عندي انا هون اللوب حجمها صغر وشيفتد تو ذا ليفت، عكس هذا كان شيفتد تو ذا رايت. فاذا نقصان عندي انا المايترال فايف سنوست اذا بيخلي لي الاندايستوليك فوليوم قليل، از ريزلت انا بصير عندي فول بريكارديك اوتبوت وديكريز بالستروك فوليوم نتيجه انه عندي الفيلينج ما كانش اناف، صار عندي ريديوس بالايورتيك بريشر
فاللي هي الايورتيك بريشر ديكريز يعني الافتر لود ديكريز، فهذا بخلي انه انا عندي تقريبا انه الاجكشن او رح يتم عن طريق ال الايورتا رح يصير في عندي انا بحاول يعوض فيها الهارت انه يعمل اجكشن حتى للريجوال فوليوم اللي موجود عندي، لانه الفيلينج مش انف واضح، لانه انا اصلا البريشر نتيجه الاستنوسيس هذا رح يتعوض انه يصير عندي ريدكشن بالافتر لود او بالايورتيك بريشر رح يقل، فمشان انا اقدر اعمل وتعويض واقدر اطلع اكبر كميه من البلد للسيستميك سيركوليشن رح كمان اخذ جزء من ال 50 ام ال او ريسيدوال فوليوم اللي المفروض يضلهم بالفنتريكلز، فاذا زاد رح يصير عندي ايش ريدوس بالاند سيستوليك فوليوم. طبعا هذا ريدكشن بالاند سيستوليك فوليوم ناتج انه انه انا بدي استخدم ريسيدوال فوليوم للتعويض النقص بالفيلنج اللي صار عندي نتيجه الميترال فالف ستينوسيس. واضح هذا دكتورة ليش بيصير فينا هايبرتروفي بالليفت فنتريكل عشان يعوض مثلا؟ هلا الهايبرتروفي هلا هو اوريدي عندي انا الفيلينج مش انف، هلا والتايم رح يصير عندي انا ريسبونس انه يصير عندي هايبرتروفي ورح يصير عندي انا، فلما بيصير عندي انا هايبرتروفي اصلا اوريدي كمان ستوك فوليوم ات ويل ديكريز فردر، لكن احنا بنحكي بالبدايه لما يكون عندي ميترال فالف ستينوسيس. دائما الريمودلينج شينج بتكون تيجي متاخره لما يكون انا عندي البروبلم صار لها برولونجيشن. واضح؟ فاذا كان الميترال فالف ستينوسيس طبعا او النروينج طبعا رح يكون برولونج وما حلت انا مشكله وما عالجتها والتايم حتى هذا الريسيدوال فوليوم اللي انا استخدمته ومشان اعمل له اجكشن نتيجه الريدكشن اللي صار عندي بالافتر لود هذا كمان از نوت انف تو كومبنسيت فور ذا ريدكشن ان ذا فيلينج اللي صار عندي بالفنتريكلز. واضح؟ اذا هذا الايفكت اللي بيجي نتيجه الميترال فالف ستينوسيس. هلا بحاله الميترال فالف قلنا المشكله بالفيلينج، طب لو كان عندي المشكله بالايورتيك فالف صار عندي ستينوسيس او نروينج بالايورتيك فالف شو راح يصير عندي؟ يزيد الريسيدوال فوليوم بالليفت فنتريكل. ماشي، طب ايش بصير عندي؟ انا بصير عندي كمان هنا البروبلم رح يصير عندي بالافتر لود، الافتر لود اللي هي شو على تعريف الافتر لود مختوم مع دكتور حكم؟ هي الايورتيك بريشر او انا الريزيستنت اجينست خلينا نقول الكونتراكتيلتي او البامبينج للبلد للسيستم سيركوليشن، المقاومه اللي بواجهها في اثناء عمليه البامبينج ل سيستميك سيركوليشن، هاي تعريف الاوتر لود الافتر لود وهي بيعبر عنها الايورتيك بريشر. فانا لما بيكون عندي ايورتيك ستينوسيس رح يصير انا عندي انكريز بالافتر لود، رح يصير انا عندي ريزيستنت للايجكشن اوف بلاد ثرو ذا ايورتا، فهذا بيخلي انا عندي ديكريز بالستروك فوليوم وبيزيد عندي ريسيدوال فورم لانه انا في عندي ريزيستنت للاجكشن بلاد فالريسيدوال فورم رح يزيد فرح يصير عندي زياده بالسيستوليك فوليوم. واضح؟ فاذا بتلاحظوا انه عندي البي في لوب في عندي خلينا نقول سيفير ريدكشن بالستوك فوليوم وصار عندي شيفت للبي في لوب تو ذا رايت وصار عندي كمان نتيجه انه انا رح يصير عندي هايبرتروفي ورح يصير عندي انا كمان سيستوليك وديستوليك ديس فانكشن كمان رح يرتفع عندي البريشر في داخل الفنتريكلز. شوف قديش البريشر ارتفع، فالسلوب تاع الاي سي بي في ار رح يزيد والبريشر عندي بداخل الفنتريكلز رح يعلى، وكمان عندي السلوب تبع الاند دايستوليك بريشر فوليوم ريشن كمان رح يزيد شوي نتيجة هذا الايورتيك ستينوسيس. ولما بيزيد قلنا هذا بيعبر انه عندي انا الفيلينج از نوت كمان رح يصير وذ تايم رح يصير عندي كمان الفيلينج يتاثر. واضح؟ فالكومبنسيتري ميكانيزم دائما لما بكون عندي انا ايورتيك ستينوسيس انه عندي الافتر لود بتزيد بصير عندي انا ما في عندي في عندي ريزيستنت للاوت فلو او للاجكشن البلد سيستميك سيركوليشن از ريزلت عندي انا ريسيدوال بلد فوليوم اللي راح يضل عندي بالفنتريكلز راح يزيد وراح يرتفع كمان عندي
الفنتركولار بريشر، ورح يصير عندي ultimately as a compensatory mechanism اللي هي الهايبرتروفي إذا كان عندي هاي البروبلم ضلت كرونيك. ورح يصير كمان عندي زيادة شوي بالإند دايستوليك بريشر نتيجة عندي الريدكشن لأنه رح يصير عندي أنا with time كمان ريدكشن بالفيلينج، فبصير عندي أنا إنكريز كمان بالإند سيستوليك والإند دايستوليك بريشر as a result of خلينا نقول بور إجكشن وبور فيلينج. هذا ultimately after يعني after لما تصير المشكلة بتكون كرونيك. إذا هاي لما يكون عندي aortic stenosis هذا الشفت اللي بصير عندي بالبيفي لوب باراميترز. واضحة؟ واضحة؟ أي سؤال؟ يس دكتورة، بس السلايدات اللي عندك في فيهم 5 أو 6 سلايدات زيادة عن الموجودات بالدرايف. والله؟ ما أعطيكم أنا مش عارف بعتهم نفسهم. طيب ماشي بعطيكم هذول السلايدات مرة تانية برجع بحطوكم يوم مع ريكورد تاع اليوم. تمام شكرا دكتورة. تمام دكتورة. طيب بس كان عندي سؤال أستاذ، لما حكينا عن الهارد ساوندز حكينا في واحد منهم عنده هاي فريكونسي ولو انتنسيتي، بس أنا مش كثير فاميليار مع الكلمات هذول، فشو معناهم بالضبط؟ هاي فريكونسي ولو انتنسيتي طبعا اللي له هاي فريكونسي وله لونجر ديوريشن هي الأسوان. يعني هاي فريكونسي يعني أو اللي خلينا نقول هاي أمبليتود إنه الصوت تبعها عالي، يعني الساوند اللي بيطلع عنها أو الويف ساوند تبعيتها عالية، هاي تعريفها. والديوريشن تبعها إنه قديش كم المدة اللي بسمعها فيها، إنه هل طبعا أطول واحدة قلنا الأسوان اللي هي 0.15 سكند، تيجي بعديها الأس2 اللي هي 0.12. فالأسوان تعتبر أعلى واحدة لأنه فريكونسي أو الأمبليتود أو البيتش تبع الساوند تبع الأسوان بيكون أعلى شيء. فلما احكي فريكوانسي هاي بتعبر عن الـ بتعبر على الانتنسيتي، بتعبر قديش البيتش تبع هذا الساوند عالي ولا نازل. تمام شكرا دكتورة. واضح؟ طيب بدكم بريك قبل ما نبلش بالاي سي جي؟ اول دكتورة يا ريت تعطينا بريك الثلاث. بريك الثلاث ولا اعطيكم الثلاث وربع؟ واسمحوا لي بربع زيادة بربع ساعة زيادة بعد لا اللي بدي. تمام؟ طيب ماشي أنا بعطيكم هلا للثلاث وربع لأنه قبل ما أحفظ هذا الريكورد وإن شاء الله بنرجع لكم على الثلاث وربع. تمام؟ يلا يعطيكم العافية. تمام دكتورة. يعطيكم العافية. الله معك.